أنتج فنانون إيرانيون وأمريكيون عملا موسيقيا مشتركا حيث عزف 19 موسيقيا إيرانيا موسيقى جورج فريدريك هاندل وغنى عدد من الفنانين الأمريكيين أشعار جلال الدين الرومي. يهدف هذا العمل المشترك الذي أنجز عن بعد إلى إظهار تضامن الشعبين في ظل جائحة كورونا. ملح مرية. هنا لا مكان سوى للصداقة حتى لو كان العداء على أشده في مكان آخر. تتجاوز هذه الموسيقى كل لعنات السياسة، تتخطى 40 عاما من القطيعة والحصار والتوتر. موسيقى فريدريك هندل الهادئة امتزجت بأشعار جلال الدين الرومي الصوفية، عبرت حقبتين تاريخيتين وثقافتين مختلفتين وتخطت آلاف الأميال بين طهران وواشنطن. في هذه الأوقات من العزل المنزلي بسبب كورونا، قد تكون هذه النشاطات الفنية الثقافية أمرا مفيدا للتقريب بين ثقافة البلدين. مشهد لا يعزف على أنغامه واقع الحال بين طهران والإدارة الأمريكية التي لم تعلق جزءا ولو بسيطا من العقوبات في ظل جائحة كورونا رغم انتقادات العالم بأسره. لكن وحيد الذي سعى منذ 4 أشهر إلى إنجاز هذه الفكرة والتي تحمل رسائل متعددة في رأيه يتمنى أن يكون هذا الواقع مختلفا. رسالة هذا العمل هي إظهار التعاون ومقاومة الشعبين للتحديات العالمية ولا سيما جائحة كورونا، لذلك يشير هذا العمل إلى أنه من خلال التعاون يمكن تجاوز العقبات. لا اعتراض هنا على الأنشطة الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني والرياضي بين الشعبين، فالمشكلة بالنسبة إلى النظام الإيراني هي مع سياسة الإدارة الأمريكية وليست مع الشعب. أولا من برای حضرات بزرگان آمریکایی روشن کنم، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو، مرگ بر اینا یعنی مرگ بر سردمداران، ما به مردم آمریکا کاری نداریم. يخطئ من يعتقد أن مشكلة أمريكا مع إيران هي بسبب البرنامجين النووي والصاروخي، فالمشكلة أعقد من ذلك بكثير. يقول المسؤولون الإيرانيون إنها تتعلق بمخاوف أمريكا على مصالحها الاقتصادية ونفوذها وعلى أمن إسرائيل، وهذا ما يفسر الحصار المفروض منذ 4 عقود والذي يهدف إلى إسقاط النظام. من الحمرية، طهران، الميادين.